يسعد اوقاتكم مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم دائما بالود والمحبه والسرور والسعاده دائما عنوانكم يا رب، والوباء بعيد عنا دائما، متواصلين معكم طيله شهر رمضان المبارك. مشاهدينا متابعينا، راح نكون احنا وياكم حلويات الطيب باشا. حلويات الطيب باشا عنوان كبير، طول كرم شارع فرعون مقابل كازيت الجانم وبجانب عرفات كار. حلويات الطيب باشا حلوياته طيبه ومميزه وشهيه. ما هو الشيء الذي يمكن تحقيقه دون مجهود؟ في شيء بتقدر تحققه بدون جهد، شو؟ النوم. النوم؟ لا. النوم لا، في له جهد. لا شو بتنام؟ بلا، في. النوم. في شيء بتحققه دون جهد، شو؟ دون جهد. يا بدر. يعني خيارات. شو يا سيدي؟ خيارات؟ طيب يا سيدي. شلته. شلناه. شيء بعد العصر بنرميه، شو؟ بعد عصر نعصر البرتقال او الليمون. البرتقال او الليمون، يعني هاي كيف صعبه؟ لا سهله، سهله يا بدر. هاي من حلويات الطيب باشا. شو بتحكي له؟ كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. والله اكرم، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم حبيبي. شكرا لك، تعال معنا نشوف اللي بستناني. صلوا سنتين بستناني اخينا، بعد العام الماضي احنا كنا معاه وبقول لك سنتين صلنا. طيب شو الاسم؟ عماد بسري. ايش؟ عماد بسري. عماد ابو سري، كيف اجواء البيع ان شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين. ماشي حلو ما شاء الله، مسيطر على نص الشارع انت. الله يعطيك الصحه والعافيه ويرزقك يا رب ان شاء الله. والحياه وعجله الحياه تدور يا رب. سؤال ابو سري، اكلت حلويات من عند طيب باشا؟ عن جد؟ طيب باشا والله بجوز شارع فرعون جديد فتح، طبعا صار له شهرين تقريبا قبل الجائحه. اعتقد انا حلو يعني بموت على الحلويات، واعتقد انه لازم يعني اكلي الحلو بده حلويات. طبعا الحلو بده حلويات يا رب. طيب حلويات الطيب باشا اذا بتجربها ترجع لها كل مره، فعلا طيب. هو اسمه حلويات الطيب باشا، هو فعلا حلويات طيبه. طيب ابو سريه، سالنا للزلمه هسه بدر اللي طالع له بالنهار عكس الدنيا، الشيء الذي يمكن تحقيقه دون مجهود، يعني بدون ما تعمل جهد بتحقق، وشو هو؟ الواحد راح يبعد يبعيد بعيد، مش راح يندل. ايش الاكل؟ لا بتاكل، مش في جهد. مش جهد والنوم. كيف تمك بتحرك ومعدتك بتتحرك كل شيء بتحرك فيك عندك. سلامات. والنوم بده جهد. ايش والنوم بده؟ النوم بده جهد. كيف يعني تتكلم بجهد؟ هذا مش رياضه برضو فيها جهد؟ كيف يعني؟ في شيء يمكن تحقيقه؟ تفكير. هذا شو بقرب لك؟ صاحبك. يعني والله العظيم انه رائع. طب كيف بدك تعطيه الجائزه؟ بدك تعطيه شيء من الجائزه تعزمه؟ كله. بدك تعزمه؟ كله عندي. طيب واذا طلع جوابه غلط شو بدك تعمل فيه؟ بدي اسامحه. باخذ منه حق. روح سامحه. باخذ منه حق. جواب غلط. جواب غلط. جواب غلط. لا ولا مره جواب صح. لا والله غلط. يعني التفكير بده جهد. بده جهد. اكثر شيء باخذ جهد التفكير. اعطيني خيارات. اعطيني خيارات. ما في خيارات. شوف ابو سفيان. نظر نشوف الواحد يعني شوف ما هو بتعب صح؟ هو في شيء من دون تفكير معناه. لا في شيء بامكانك تحققه، هو لغز اصلا. هو لغز. شو عماد؟ ايش؟ شو عماد؟ طيب هسه بدي اعطيك فرصة ثانية لك وإله لابو العيون وأنت. طيب اسمع، في مثل بيقول الحلو حلو لو كان من النوم ايش؟ حلو حلو لو كان من النوم ابن ابن لو تحمم كل يوم. شلون بتجيب هالمسألة؟ الحلو حلو لو تحمم كمل لحاله. أمثال لحاله، هاي مثال جديد اسمها أمثال أبو سرية اسمها. الحلو حلو لو صحي من النوم وشين عشان حلو تحمم كل يوم. يا سلام. المايل 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 أبو سرية، هاي من حلويات الطيب باشا بتستلمها من عنده. شو بتحكي له؟ تسلم وشكرا له، كل عام وأنت بخير. حكينا له هسا ما هو الشيء الذي يمكن تحقيقه دون مجهود، شو؟ الحلم. الحلم اللي بيحلم بتعب. لا 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 مش كل احوال حلم، عقله بصير يتعب ضمن امكانياته. الشيء اللي بيقدر يحققه بدون جهد او مجهود. يا الله شو نفسي حدا يعرف هالجواب. شو الشيء اللي بنحققه؟ يلا يا رياضيه تعالي ساعديني. الشيء اللي بنحققه بدون مجهود يعني. طبعا هو رياضي وهي رياضيه ما شاء الله بنته، ما شاء الله عيله رياضيه كلها. يا هاي منتصر. ايش اللي بنحقق بدون تعب؟ طيب يا سيدي سيبنا منه هذا، عجزت ما شاء الله عليك. طيب شيء نبتلعه يبتلعنا، شو؟
شو القصة؟ شو القصة؟ شو القصة يعني يبتلعوه ويبتلعه؟ أنا بربعك يا أستاذ. أنا حبيبي. يعني ما في أنا كش. المية. لا المية من البحر غير كل البحر. بتفوق على الأب. آه. طيب هاي من حلويات الطيب باشا وانت طالع طريق شارع فرعون تستمع من عندك حبيب كلب استاذك كل الاحترام له لغيره ولمبادراتهم الحلوه بالتخفيف عن الناس والوضع يعني سواء كان اقتصادي او حتى نفسي يعني انه مجرد انه نشاهد تلفزيون الفجر ونشاهدك والاخوان هذا تنفيس وترفيه عن الناس ضمن الحجر اللي كان موجود كل عام وانتم بخير ورمضان كريم الله اكرم أهلا تعالوا معنا شكرا لك أو الشيء الذي يمكن تحقيقه دون مجهود هاي رياضية إيش بتحققه دون مجهود طبعا هو لغز دير بالك الحلم الحلم لا إيش الحلم تحقيقه بتمونه بدون غير أغير طيب بدي أغير لك إياه بدي أشوف لك واحد سهل سهل طيب يا سيدي اوعى تقول لي ما بعرفوش طيب نعم. ابو ايش انت ابو جهاد عاشت الاسماء يا ابو جهاد ابو جهاد ما هو الحيوان الذي اعتقد الناس قديما بانه نبات يا سلام ان شاء الله بتقول لي ما بعرفوش اعتقد الناس انه نبات كانوا يقولوا عنه نبات هو حيوان في البحر في البحر لا يا ابو جهد خربتها خربتها يا ابو جهد اقرب علي اقرب عليك لا اقرب علي الجواب الاسفنج الاسفنج لا طول وقف شويه بلا هو الاسفنج نعم ما هو الحيوان الذي اعتقد الناس قديما بانه نبات هو الاسفنج اجابه صحيحه يا ابو جهد والله برافو عليك يا ابو جهد لا بالرياضيات ولا بالبحريات هاي من حلويات الطيب باشا شو بتحكي لهم كل عام وانتم بخير وان شاء الله شغلكم الى الامام والله الموفق ورمضان كريم كل عام وانتم بخير شكرا لك مشاهدينا ومتابعينا وصلنا معكم للحلقه الاخيره في امسيتنا ومسابقتنا بصحبه حلويات الطيب باشا لا تنسوا حلويات الطيب باشا حلويات شرقيه وغربيه والكنافه المميز وتشكيله واسعه ومميزه دائما غير انه اسعاره غير عن الغير روحوا زوروا العنوان شارع فرعون بجانب كازيت الجانم وطبعا عرفات كار مشاهدينا بنشكركم على حسن المشاهده والمتابعه اشكر زميلي من وراء الكاميرا براء عمر ومني انا منتصر العناني صوما مقبولا افطارا هنيئا وتقبل الله الطاعات